بسم الله الرحمن الرحيم، بنرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم مع إبراهيم الشرقاوي، ضرب قاعدة للي ما يتسموش في قلب إريتريا. مش بس كده، قصف يطال طابة ويطال نوابع على ساحل خليج العقبة في البحر الأحمر في سيناء الحبيبة. مش بس كده برضو، مناورات نووية لحلف الناتو متوجهة نحو روسيا. تعالوا بينا نبدأ بالصين وأمريكا. زي ما ظهر قدام حضرتك في الفيديو، مقاتلة صينية تقترب على مسافة 10 أقدام فقط من قاذفة قنابل أمريكية من طراز B-52 كانت تحلق فوق بحر الصين الجنوبي، وفقا لفيديو نشرته وزارة الدفاع الأمريكية على منصة X. زي ما ظهر قدام حضرتك في الفيديو، شايف المقاتلة الصينية بتقترب من القاذفة الأمريكية B-52 بشكل اللي هي اسمها منورة عنيفة. زي ما ظاهر قدام حضرتك بتقول لها خلي بالك، احنا البحر ده بتاعنا، احنا ملكوش ان انتوا تيجوا من هنا، تشتبك معاها يعني، او بتعترضها اعتراض قوي جدا او عنيف جدا. زي ما حضرتك شايف الصين بدأت تصعد او بتحتك احتكاكات عنيفة في بحر الصين الجنوب. مش بس كده، كلمتك في حلقات الامس على ان بوتين عمل تجارب نووية او اختبار للاسلحة النووية سواء من البر او من البحر او من الجو في حلقات الامس. السي بي اس بتقول حلف الناتو يجري مناورات تحميل قنابل نووية والسير بها نحو الهدف والتحليق باتجاه روسيا. رد عنيف من حلف الناتو، تصعيد، والتصعيد لا يقابل إلا بالتصعيد. أمريكا برضو، المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية كذا كذا غادرت الساحل الشرقي للولايات المتحدة أواخر الأسبوع الماضي، ومن المتوقع أن تمر عبر مضيق جبل طارق خلال الأيام المقبلة وتصل إلى وجهتها النهائية في شرق البحر الأبيض المتوسط. هنا كده تمام، كله بيصعد وكله بيحشد في المنطقة بتاعتنا. هل الموضوع هيتطور لحرب عالمية ثالثة؟ أنا بقول لك كل شيء وارد، لأن المنطقة دي كلها، المنطقة بتاعتنا كلها، لأن المنطقة بتاعتنا كلها عبارة عن مخزن ثروات العالم. تعالى ننتقل لمصر، وأنا قلت لكم أنا ما بحبش بصراحة أغطي أي أخبار من مصر، بس هي في سياق الأحداث. هي في سياق الأحداث، يعني ما قلنا مثلا قبل كده يا جماعة ما تاخدوش زي ما قلنا في الحلقة الماضية، يا جماعة يركزوا شوية في الديون عشان الموضوع ما يوصلش بينا ان احنا نقع في ازمة. انت بتقول ايه؟ انت عايز توقف المشاريع الاقتصادية؟ احنا بنبني البكرة، احنا مش عارف ايه. طب دلوقتي الازمة حصلت، ها، والدولار كل يوم في الطالع حتى في السوق الموازية، يقول لك انت شمتان في البلد. وفي ايه يا جماعة؟ احنا عملنا طفرة كويسة جدا بالسلاح او في شراء الاسلحة وتحديث الجيش المصري، بس واحدة واحدة كده، مش كله قروض عشان نشتري سلاح. هو انت مش عارف ان في سد نهضه بيتبني؟ هو انت مش عارف ان مش عارف ايه؟ عشان كده جبنا الرافال بعيده المدى ونعرف نروح. طب ما هو سد النهضه ما انضربش، والملء الرابع كمل وشغالين على اخرهم، وتوقع انه ينتهي الملء الخامس والسد يخلص خالص والموضوع خلص. ها، ما ضربتش ليه؟ انت عايز تدخلنا في حرب؟ انت عايز تدمر؟ اللي هو كده، هو بيعترض على اي حاجه، اي حاجه، ما تفهمش فيه ايه. يا جماعة انا بنقل لكم الاخبار، انا مجرد ناقل للاخبار، بقول لك الوضع ايه. ويطلع يقول لك ايه السلاح ده عشان ده نحمي الحدود، ابعت امك تروح تحمي الحدود. طب ما الحدود انضربت، امك بقى كانت فين ساعتها يا اللي بتدافع؟ ودي انت امك بقى تحمي الحدود. اي كلام، والله بيعترضوا على اي حاجة. فالواحد بعدش عايز يجيب اي خبر من مصر والله العظيم، ولا من المنطقة العربية، لانه كله الشيفونية عالية قوي، وكله بيتخيل ان انت يا عم، انا لا املك الا مايك وكاميرا، شكرا، بنقل لك الواقع كما هو. تعال نخش في الموضوع. قالت وزارة الصحة المصرية خبر رسمي اهو الجمعة، على فكرة الشرق دي بتاعة الامارات، الشرق للاخبار دي بتاعة الامارات، يعني انا بجيب لك من ايه؟ من الرباعي اللي انتوا كنتوا بترقصوا بيه، تمام؟ ليه 6 أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة سقوط جسم منفجر في محيط نقطة الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابة. يعني ضربوا الإسعاف والسكن الإداري بتاع الإسعاف بجوار المستشفى، أنت مركز؟
مستشفى اسعاف والسكن بتاع المسعفين. واوضحت الوزاره ان سيارات الاسعاف قامت بنقل 6 مصابين الى مستشفى طابا المركزي، وكانت جميع الاصابات طفيفه وغير مهدده للحياه، مشيره الى ان 4 من المصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج بعض المصابين خلال الساعات القادمه. نتمنى طبعا لكل اهلنا وناسنا، اهلنا الحقيقي في مصر يعني، السلامه، واهلنا في سيناء على وجه الخصوص. خلي بالك طابا ونويبع دي مدن سياحيه. يعني ايه يا ابراهيم؟ يعني السياحه انضربت. حلو كده؟ حلو كده. طلع الجيش المصري، قال الجيش المصري ان احدى الطائرات الموجهه بدون طيار، مش صاروخ ولا حاجه، طائره بدون طيار مجهوله الهويه، سقطت صباح الجمعه بجوار احد المباني بجانب مستشفى طابا على الحدود مع اللي ما يتسموش. حلو الكلام. وقال لك الموضوع قيد التحقيق، الحادث قيد التحقيق، وطائرات بقى تحلق بكثافة بشكل كبير جدا في المنطقة، طائرات مصرية. تعال نشوف فيديو كده. هو في البداية كان كل الكلام عن صاروخ، برضو بجيبها لك من الشرق، تمام؟ سقوط صاروخ بمدينة طابا زي ما حضرتك شايف، والآثار بتاعته التدميرية، وعاملة فتحة في الجدار، والمنطقة هناك متدمرة، اللي هو مبنى الإسعاف والسكن الإداري بتاع المسعفين. حلو الكلام؟ كلام زي الفل. نقلت قناة القاهرة الإخبارية الجمعة عن مصادر وصفتها بالمطلع أن صاروخا سقط في مدينة طابا، وبعدين رجعوا قالوا إيه؟ رجعوا قالوا لا، دي طائرة مسيرة. تمام؟ إحنا ما نعرفش في القصة دي، بس الكلام كله عن صاروخ. خلاص؟ طائرة مسيرة كانت طايرة، هكذا يقول الإيه؟ اللي ما يتسموش. هسمعه لك دلوقتي صوت وصورة. طائرة مسيرة كانت طايرة، يقال هكذا، يقال إنها جاية من اليمن، طلعوا يعترضوها، دخلوا الاجواء المصريه، اطلقوا عليها صاروخ، الصاروخ اللي عمل القصه دي. تمام؟ تمام. اسمع بنفسك، المتحدث باسم الجيش بتاع اللي ما يتسموش قال ايه؟ قال ده مرتبط بتهديد جوي بمنطقه البحر الاحمر. اسمعوا بنفسك ونكمل بعد. بشوت اخرونوت زوا ايوم اويري بمرخف يام ادم متوسك راف وزنكو الى يوم والنصر ده نمصا كرجا بتخكور. להבנתנו, הפגיעה שהייתה במצרים מקורה באיום הזה. ישראל תעבוד ביחד עם מצרים ועם ארצות הברית ותהדק את ההגנה באזור מפני איומים ממרחב הים. طابا فين؟ طيب موقع طابا فين؟ موقع طابا جنب ايلات على طول. نويبع فين؟ نويبع تحت كمان، تمام، اللي هو عند خليج العقبه، الثانيه في ايه؟ في نص كده خليج العقبة. هجيبهم لك على خريطة دلوقتي تظهر قدام حضرتك. شايف الفيديو اللي ظهر قدام حضرتك ده؟ اه. سقوط مقذوف ثاني داخل الأراضي المصرية في مدينة نويبع، ولا تزال السلطات تجمع المزيد من المعلومات حول الواقع. زي ما ظهر قدام حضرتك، شايف رعب المواطنين والوضع عامل ازاي؟ ادي المقذوف او الصاروخ زي ما ظهر قدام حضرتك، وهينزل يضرب ايه؟ محطة الطاقة الكهربائية. انا عايزك تركز في الأماكن اللي ضربها، عشان هو مش صاروخ غير موجه ولا كده، ده مش مرمي في اي حته، لا، ده ضرب محطه الكهرباء في نويبع. ففي واحد ضرب الاسعاف جنب المستشفى، وواحد ضرب محطه الكهرباء في نويبع. حلو الكلام، كلام جميل. دي الصور اللي طلعت الاوليه لشكل السماء والصاروخ اللي نزل. حلو الكلام. مدينه ايه؟ مدينه نويبع. انا عايزك تركز معايا في موقع الايه، موقع طابا وموقع نويبع. تمام؟ تمام. زي ما ظاهر قدام حضرتك في الصور، زي ما ظاهر قدام حضرتك في الخريطة، دي طابا جنبها على طول إيلات، وادي نويبع، الاتنين على البحر الأحمر جنوب سيناء. حلو الكلام. طبقا للي ما يتسموش إن في طائرة هل دخلت تعترض الأهداف اللي كانت جاية. وخلي بالك السعودية أعلنت بالأمس إنها اعترضت طائرات مسيرة وصواريخ كانت جاية من اليمن، او كانت جايه من الحوثي، رايحه لفين؟ رايحه تضرب اللي ما يتسموش. فوارد يكون ده حصل تاني النهارده. اه، انا اللي مزعلني انا بقى حاجه واحده، اين الدفاعات الجويه؟ طب ازاي الناس دي دخلت داخل الاراضي بتاعتنا تعترض حاجه؟ انت ايه يا سماء، انا مباحه؟ طب فين تدريبات اللي كانت معموله اول امبارح بتاع الكتيبه الرابعه والاسلحه الكتيره قوي اللي كانت موجوده؟ فين؟ هو ده السؤال يا جماعه. اللي ما يتسموش ما بيحترموش الا لغه القوه. لو عدوا مره واثنين وثلاثه ومفيش قواعد اشتباك ومفيش الاعتراضات، بعد كده هتبقى سمائنا كلها
مفتوحة. والحجة ايه؟ احنا بنعترض اي شيء، احنا بنعترض اي شيء او احنا بنعمل اي شيء. طب اللي انضرب علينا دول ايه؟ دي صواريخ اعتراض بس خاطئة ضربت اهدافنا. ممكن تكون خاطئة، ممكن، ممكن يكون هم قاصدين، ممكن، كل شيء وارد. ليه؟ لان انا فاتح سمائي مفتوحة للي داخل يلعب. لا، انا اللي هيعدي اقطع رقبته على طول، ايا يكون هو مين، من اي طرف، اللي هيعدي الحدود بتاعتنا قاعد الاشتباك على طول، اسقط اي هدف. ده اللي انا اعرفه. انما هنسكت؟ ما ينفعش. ما بقولكش خش حرب، لان انا عارف وقلت لك مرارا وتكرارا، وقاعدة كده احسبها عليا تحليل مليار في المية، مصر مش هتخش الحرب. انا مش عايزك تخش حرب بقى، انا بقولك دافع، احمي الحدود بجد، ما تخليش حاجة تعديلي كده. سمائي مفتوحة، ما يبقى في 6 مصابين وقبل كده في قذيفة بالخطأ، ودلوقتي موقعين في اقل، والنهاردة مدينتين سياحيتين طابة ونويبع سياحة كده انضربت، وفي اصابات، وفي ايه بيحصل؟ ده ناقص يجي يضربونا بقى في القاهرة. تعال نختم بقى بالخبر من داخل اريتريا. هجوم مسلح تعرضت له قوات من اللي ما يتسموش في قاعدة دهلك اريتريا، اللي هو جنب مين؟ جنب الحوثي هناك تحت. قصف عليهم امبارح وحصل هجوم عليهم. بص، الفيروس ده مستحيل مستحيل يقعد في هذا الجسد، عاجلا ام اجلا الفيروس ده هيتشال قولا واحدا لوعد ربنا سبحانه وتعالى. بس يا سيدي، شكرا، نشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم مع ابراهيم الشراوي. شكرا.